والله اليوم برضو كالعادة رايحين الفطور. اخوانا السعوديين جايبين فطورهم معانا. ما شاء الله ما شاء الله. هاي بلال خليه يحكي عن بلال الابني. ما شاء الله ما شاء الله. استريح استريح الله يوسع عليك. ما شاء الله ما شاء الله. جاهزين الحين برنامج قناة الوسط ما شاء الله يصلح اللقاء معنا عن رمضان. بسم الله ما شاء الله. الحين عندنا زيارة للمركز القرآن في الشارقة وما شاء الله أرسلوا لنا سيارة ما شاء الله. بسم الله أبو بطي يسعدك ربي. اللي أفخر فيك أنا أعتبرك علامة يا صديقي. الله يطول عمرك من بعدك. أثبت منك كثير. من بعدك. الله يجزيك خير. ويحفظك ويحفظ أمك فاطمة اللي طلعت هؤلاء النشاط الطيب. الله يحفظك ويحفظ والدتك إن شاء الله ويحفظ أهلك كلهم ويحفظ المملكة العربية السعودية كلها والإمارات كذلك. ترني عرفت اسم الوالدة من خالك قبل شوي. الله يجزيك خير. بطل في اللقاء كان بطل يتكلم بعفوية. بسم الله الشيبان ما أطيب كلامه. ما شاء الله عليهم على الفطرة. ما شاء الله. عرفنا بالشيخ. هذا ما شاء الله ولد من أولادنا طبعا اللي نفخر فيهم وتفخر فيهم قبيلة القايدي وتفخر كفو. فيهم دولة الإمارات ويفخر فيهم الوطن العربي. كفو كفو. أنا ما أستطيع أن أتكلم عنه كثير ما شاء الله من حفاظ القرآن. هذا يكفيه والله هذا يكفيه. الدولة فخر. في إجازة دبي القرآن الكريم. بسم الله. وهذا بسم أكبر مفخرة. طبعا أنا أدري أنه ما يحب أن نتكلم الأمور هذه لكن نحن أحب نبرز هاي الأشياء على أساس والله هذا نفخر به. تكونوا قدوات للي من إيه بالله إيه بالله إيه بالله إيه بالله فخر لنا. الجماعة في الانتظار ما شاء الله عليهم. الله يسلمكم ويطول اعماركم ما شاء الله. جزاكم الله خير. فخره مفخره ما شاء الله. المتحف يتكلم عن موضوع معين في القران الكريم. جزاكم الله خير. فنبدا في البدايه متحف تاريخ كتابه المصحف. ما شاء الله. اي ما شاء الله. اول مكان نزل فيه القران. جزاك الله خير. في فيديو تعريفي عن غار نفسه. ما شاء الله. نفس الكتاب اللي عندنا هناك. ما شاء الله ما شاء الله. الذي يعاني انوار النبوه وبدا فيه نزول اخر رساله الهيه. الله لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا قسمنا القاعه الى القرون الهجريه. ايه؟ فنبدا من اول قرن. ايه؟ تاريخ كتابه المصحف. هني عندنا القرن الاول في العهد النبوي. هذه الأدوات اللي كانوا يكتبون عليها في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جمع بقية القرن الأول الهجري طلعت نقاط الإعراب والإعجام. الثاني الهجري بدأوا باستعمال الأوراق قبل بس الثالث الهجري. عندنا ثلاث قطع أصلية تعود للقرن الثالث. ما شاء الله. وأيضا هنا بدأ التذهيب الرابع الهجري. إيه؟ خطوط جديدة كخط النسخ. الخامس الهجري بدأوا بوضع التحشيات. التحشيات هي عبارة عن ترجمة باللغة الفارسية بدأت تحت الآية على طول. الله عليك ما شاء الله. هذا القرن السادس. القرن السادس ظهرت علامات الوقف والابتداء. إيه؟ وأيضا بدأوا القرن السابع الهجري برزوا خطاطين مهرة من الدولة المملوكية. طبعا ذكر للقراءات السبع على الهوامش مع الترجمة باللغة الفارسية. الهجري أول طبعة للقرآن الكريم في البندقية في إيطاليا. عندنا في القرن الحادي عشر الهجري عندنا مصحف الحفاظ اللي كتبه العلامة. الطبعة الثانية للقرآن الكريم بالآلة الكاتبة في مدينة هامبورغ أيضا بإشراف قسم من الكنيسة. هذه محاكاة عن الطبعة نفسها. الثالث عشر أنشأت المطابع المعتنية بطباعة القرآن الكريم في مصر مطبعة البولاق. إيه؟ عندنا القرن الرابع عشر عندنا طبعتين، الطبعة الأميرية بإشراف علماء من الأزهر الشريف وطبعة الشمرلي المشهورة جدا. القرن الخامس عشر والقرن الحالي. إيه؟ وضحنا أن القرآن موجود في كل الوسائل وكل الطرق. صادق. وعندنا تقنية الطايل للمكفوفين. صادق ما شاء الله. طريقة الكتابة ومع تطورها مع الدور إلى القرن الحالي. يا ما شاء الله. أول قسم رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحكام والملوك لدعوتهم للإسلام. يا الله. أهداها إلى المجمع. ما شاء الله عليه. أولا عندنا مصحف المنسوب إلى باكستان
مصحف رحلي قديم، يسمى رحلي لأنه يمتحن معاهم على 60 قارئ وقارئة يتكلمون عن التفسير معاني الآية. هذا من برنامج محول أمية في المغرب، النساء مغربيات ما يعرفون يكتبون ولا يقرون، تعلموا الكتابة كتبوا القرآن. هذا المصحف الصاري ها؟ نعم، من الدولة العثمانية. هذا المصحف كتب على 40 سنة، تسع سنوات فقط للزخرفة والباقي للكتابة، كتب بعدة خطوط. مصحف ألفي ها؟ ألفي هندي. المصحف الألفي هندي، يتميز بأن كل سطر فيه يبدأ بحرف الألف. مصحف بورق الورد من إيران. هنا. ريحته. في رائحة زكية في الصفحات. ما شاء الله. قسم مقتنيات مجمع القرآن الكريم، عندنا هنا حفظة من أفريقيا. مصاحف من القرن 11 الهجري إلى القرن 14، جميعها بأوراق تحشيات باللغة الفارسية. ختمة أسبوعية أو اللي وده يحفظ. أها. طبعا أي قطعة أصلية تكون من الاتجاه. المساقة سنة. القرن الهجري. إن هني بداية المصحف، تنوع الزخارف اللي فيها. مزدوجة تكون صفحتين. آه. أغلب التجار يبيعونها صفحة وصفحة عادي، يعني يمزق القطعة مع أنها قديمة ويبيعها صفحة صفحة. آه. فمميز جدا من القرن السابع. هين. بلاد مختلفة وتخلف. منهم لا تقتلوا يوسف وعبد الله ابن عمر. عن القرن نفسه في العالم. مقاتل ابن حيان الإمام العارف. أنواع الخطوط العربية جميعها نفس الآية تلك الدار اللي خدمة القرآن. ايه. حطينا مجمع الملك فهد لطباعة الشريف، خدمته في طباعة المصاحف، التفسيرات، الترجمات، حطينا نفس شكر حق المجمع. يستاهلون ترجمة. أول إذاعة القرآن الكريم كانت في مصر 1964. ما شاء الله. حط القراء القديمين قبل الحين الآن عايشين. ايه. أغلبهم توفوا، وحطينا الأبرز، حطينا 7 شاشات من دول مختلفة. عندنا هني جمهورية مصر. ايه. طبعا لكل شيخ المنشأ يلا تلاوات مميزة، صور وثائق وسيرة ذاتية كاملة عن حياته كاملة. ما شاء الله. كاملة. ما شاء الله. ما شاء الله. اي سؤال. فكرة حلوة. المقرئات. آه. حطينا مشاهير المقرئات عبر التاريخ. والآن مقرئة في مكة المكرمة. ما شاء الله. وحطينا بعض مؤلفات النسائية كلها. ما شاء الله. إيه. كان إمام الملك فاروق من مصر. آه مقتنياته هنا. نسمع صوته. حطها الشيخ عادي ياخذ مصباح الشيخ. اه مصباح الشيخ. كان يستخدمها أيضا المطحنة والغاز. يا الله رحمه الله. أشغلك تسمعوا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كان رجل كفيف لكم. أكثر الأجرام السماوية إثارة للخيال، يظهر بغموض في السماء المظلمة فيتغزل به الشعراء ويرسمه الفنانون، وقد ارتبط تغير شكل القمر بكثير. كسوة الكعبة وستائر الحجرة النبوية، لدينا 18 قطعة، جميعها قطع أصلية معها شهادات من المملكة العربية السعودية. ما شاء الله. ما شاء الله. كسوة باب الكعبة. كسوة باب الكعبة. هذه هي. 500 سنة. أيام الدولة. هاي نفسها. هاي في الدولة العثمانية. الدولة العثمانية. هذا الأصلية. لا عمرها 500 سنة هي بقطعها. صادق. الكعبه هو هذا الجزء من الحزام. اي ما شاء الله الله يزيدها تعظيم الشريف. والبقية ما شاء الله. والبقيه جميعا ستائر الحجره النبويه مختلفه قديمه، هي كلها قديمه من العهد العثماني. عمرها ايام العثمانيين 1312 موجوده في كل قطعه، موجوده توقيع بالابيض والاحمر والاصفر. برضه ايام السلطان. ها عبد الحميد مفتاح الكعبة. ها مفتاح باب الكعبة عمره 200 سنة. والشيخ سبحان الله ما عرفت كيف وصل له. الشيخ تيلا هدايا وهو اشتراها من حد، ولكن كل القطع. الفيديو حق المقطع هذا ما تسمعه وانت هنا، لابد تجلس هناك. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. بسم الله ما شاء الله. الله يعزهم. تحمل قيمة أكبر من الآخر. إلى أن هذه الكلمات لا تقدر بثمن. إنها تحكي قصتنا، طريقنا، وغايتنا. إنها ليست كلمات تروى فحسب، بل أمانة حملنا ثقلها. جهود امتدت عبر مئات السنين، جيل يكمل عمل من سبقه، كبحر تمده من بعده الأبحر. وتقنيات مستحدثة بدأنا باستنساخ أصل تلك المخطوطات بصدق. ما شاء الله. الحين منطلقين إلى دبي نلحق بقية اليوم، حيكون في المعرض نتلاحق بقية الأشياء معدل اليوم وبكرة. نحاول إن شاء الله. ما شاء الله يا العمارة هنا شغالين مباني.